أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة آخر الأسبوع من الطاولة المستديرة. أعلنت الولايات المتحدة في 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019 مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في مدينة إدلب شمال سوريا، وبالرغم مقتل قيادي التنظيم وإن كان ذلك متغير مهم في تفسير وفهم تطور التنظيمات الإرهابية، إلا أن هناك العديد من التداعيات التي يمكن أن تتبلور في الفترة المقبلة، خاصة في ظل ثبات شعار التنظيم، الأمر الذي يؤشر على أن أبجديات التنظيم تتضمن الاستمرار دون التأثر بالمتغير القيادي، وذلك في إطار وزن وقدرة القيادة على عمل التنظيم. وفي جديد هذه المتغيرات، إعدامات داعش والقاعدة تعود إلى الواجهة من جديد في سوريا، وفي ظل هذه المشاهد تبرز مخاوف من عودة داعش عبر بوابة هذه الإعدامات، فهل بات سيناريو 2014 يلوح في الأفق؟ والحديث عن موضوع حلقتنا لليلة، يسعدني أن أرحب بضيفي من بيروت دكتور خالد عزيز، أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشأن الأوروبي، على أمل أن ينضم إلينا أيضا من القاهرة الأستاذ مصطفى أمين باحث في الجماعات الإرهابية، ومن واشنطن دكتور عماد عبد الهادي محلل سياسي. مشاهدينا الكرام وضيوفي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة آخر الأسبوع من الطاولة المستديرة. دكتور خالد عزيز، لو أبدأ معك هذا السؤال بالخط العريض، في حدث مستجد الآن، الإعدامات من قبل تنظيم داعش الإرهابي يعود إلى الواجهة، لو سألتك عن الدلالات الزمانية والمكانية لهذه الإجراءات الإرهابية من قبل داعش. أول شيء مساء الخير لك ولكل المشاهدين ولفريق العمل في قناتكم الكريمة. وطبعا يعني نحن اليوم كلنا عندنا سما واحدة، ألا وهي مشتركة بين كل المشاهدين و العاملين، هو الحجر الصح. وربما هذا الوباء يعني الذي نعيشه اليوم يحاول أن يجمعنا جميعا وأن يعيد اللحمة الداخلية الوطنية لكل شخص من الأشخاص المتواجدين على كوكب هذه الكرة الأرضية. الدلالات يعني بالسؤال أستاذ وعد، يعني هذه الدلالات هي ليس بجديدة يقوم بها التنظيم الإرهابي داعش أو يعني مشتقات القاعدة التي ظهرت منها، يعني كما كنا نسميها القاعدة وأخواتها. بالطبع هي اعتمدت الأسلوب الترهيب والتخويف، وهذا الإجرام هو نوع من الاستراتيجية التي اعتمدتها هذه الأحزاب من أجل فرض يعني سلطتها وسيطرتها على الناس من خلال التخويف والقتل والبطش. وربما هذه النقطة ارتكزت عليها لأنها هي في المناطق أو الدول التي عبثت بها كانت دولا ديكتاتورية حكمت بلادها، كذلك كما حكمت يعني تحكم هذه المجاميع من خلال البسطار والساطور، وبالتالي العالم كان يخاف، ليس عنده القدرة على المواجهة، وبالتالي غياب الحرية والديمقراطية قد أمن في العديد من هذه الدول حاضنة، وخاصة أن هذه الحاضنة كانت أعتبر أن التغير يمكن أن يكون عبر التغيير والتصويب نحو الإسلام. وبالإسلام بالنهاية الإسلام هو ليس غريبا عن منطقتنا ونحن نعيش بظله، وبالتالي شعوبنا العربية والشرق أوسطية هي شعوب أمية ليس لها قدرات على التحليل وعلى التفكير وغير متعلمة نتيجة إرهاقها من الأنظمة التي عاشت وحكمتها ولم تسمح لها بأن تكون أكثر وعيا وأكثر فهما، وبالتالي ربما استغلت هذه النقطة يعني هذه الأحزاب وتجنيد الأجيال الصاعدة، واستغلت البطالة، واستغلت
يعني العجز الحكومات، وبالتالي طرحت شعار استعادة مفهوم الإمارة الإسلامية. ربما هذا ما حمس كثيرين من العمل، ربما حمس الشباب، وهي بالأساس هذه يعني عندما نشخص هذه الأحزاب نحن نشخصها في ثلاث أقسام: الطبقة المغرر بها وهي الطبقة التي تم أمرها واستجلابها من أجل عملية التغيير وهذا ما كانت تحتاجه وهذا ما كانت تريده، الطبقة الوسطى وهي الطبقة التي كانت وجاءت لتنفذ مآمير خاصة وتريد السلطة وتريد يعني السيطرة وبناء المال والجاه والنساء، والطبقة العليا التي ترتبط بأجهزة وبمخابرات وتنفذ أجندة الدول. ولهذا السبب ربما يعني لحظة ربما أخي العزيز هنا كان الاستراتيجية التي اعتمدتها يعني وهي أحد الاستراتيجيات هي القتل العلني، وهذا ما ينفذه كل الأحزاب والقوى الدكتاتورية والمتطرفة، ولكن القتل تحت الطاولة، إنما هم استخدموا القتل العلني، وهذا ما بات يميزهم ويخوف الناس منهم. هي مسألة إرهاب. طيب اسمح لي أن أرحب بضيفي من القاهرة، انضم إلينا للتو الأستاذ مصطفى أمين، باحث في الجماعات الإرهابية. أستاذ مصطفى مساء الخير. مساء النور. لو سألتك بداية عن هذه المشاهد التي عادت إلى الواجهة مرة أخرى، تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي عمليات إعدام في سوريا، بداية سؤال ذا شقين أطرحه على حضرتك كونك مختص، يعني لو سألتك عن الدلالة الزمنية والمكانية لهذا الإجراء الإرهابي، وأيضا ما هي الأسباب والعوامل المشجعة لعودة التنظيم؟ هو المشاهد والدلالات هي ممتدة في الحقيقة، يعني التنظيم لم يتوقف عن تصدير هذه المشاهد في القاع العام، التنظيم مستمر بعد انهيار الجغرافيا في سوريا والعراق، بيصدر هذه المشاهد في أكثر منطقة جغرافية سواء في سوريا والعراق أو في غرب أفريقيا أو في شمال أفريقيا أو في المناطق اللي لازال له بعض التواجد من خلال مجموعات وخلائق. المشاهد دي أمر قائم، بيحاول بقى تنظيم كل مرة أنه يعيد نفس المشهد مرة أخرى وتصدير رسالة في الفضاء العام أنه لازال موجود ولازال قادر على إحداث نوع من أنواع الفعل الإرهابي اللي استقطاب عدد أكبر من المقاتلين، وأيضا يعني عادة تدوير محافظه المالية والأموال الهائلة اللي استطاع أنه هو يبنيها من خلال استيلاءه على الجغرافيا في سوريا والعراق، جغرافيته في سوريا والعراق. المشاهد دي في تقديري هي مشاهد ممتدة ومستمرة وهتستمر خلال الفترة القادمة على المدى القريب، على الأقل لما يتم القضاء بشكل نهائي على خلايا التنظيم متواجده في صحراء العمار وفي بعض المناطق في الصحراء السوريه وايضا في مناطق غرب افريقيا ومناطق في الشمال افريقيا، وبالتالي هذه المشاهد ستستمر، هتعيد مره اخرى التنظيم الواجهه والمشهد العام للحاله الجهاديه العالميه. التنظيم قادر على البقاء، لا زال حتى الان التنظيم له عوامل بتساعده البقاء والاستمرار. هنا في سوريا والعراق مثلا بقاء نفس الاسباب السابقه اللي انتجت التنظيم في 2014 و2015 وهي استمرار الصراع السياسي ما بين الاحزاب العراقيه وايضا الاحزاب السنيه الكتل السنيه والكتل الشيعيه، وايضا في سوريا لا زالت الحشد العسكري نفسه بشكل مباشر في العرب السورية فيما يتعلق بمراقبة المناطق في الشمال السوري وأيضا في منطقة إدلب، وبالتالي دي كلها أمور بتؤشر على تنظيم ممكن أن يعيد إنتاج نفسه وإجراء نفسه مرة أخرى، ويمكن ده ظهر بشكل كبير في صورة الوقعات اللي تمت للخليفة المجهول الجديد بعد مقتل أبوبكر البغدادي، وأيضا هناك عوامل أخرى موجودة في الشمال الأفريقي ومنطقة وسط أفريقيا
رخاوة الدولة في هذه المناطق وضعفها وعدم سيطرتها على الصحفية في هذه المناطق ومناطق النفوذ، وبالتالي دي كلها أمور هتعيد التنظيم أو بتعيد التنظيم بترتيب أوراقهم مرة ثانية ويظهروا مرة أخرى بشكل أو بآخر في المشهد الجهادي العالمي. دي كلها أمور بتدفع لعرض التنظيم و يعني انتشاره وتواجده ويرسل هذه الرسائل ويتلقى في الفضاء الجهادي العالمي. نعم. دكتور عماد عبد الهادي، مساء الخير بداية. مساء الخير. عندما تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من قتل البغدادي، المشهد بات في حالة اشتباك في كل المسارات. الآن بعد عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى إلى الواجهة من خلال إعدامات جديدة حقيقة، كيف ترتب الولايات المتحدة الأمريكية منذ صدور هذه المشاهد مرة أخرى وظهورها في المشهد دكتور عماد عبد الهادي؟ الولايات المتحدة كانت على وعي تام بخطورة عودة التنظيم في أي وقت، ولهذا كان وجودها في شمال سوريا، وفي أكثر من مناسبة أعلنت واشنطن على لسان وزير الدفاع ووزير الخارجية أننا بقون هناك حتى نتمكن من أو نتأكد من عدم عودة التنظيم. عودة التنظيم في حد ذاته، عطفا على كلام ضيفك الكريم في من بيروت، اختلف معه فيما قال بأن أمتنا الإسلامية على قدر عالي من الأمية وأنها ليس لها قدرة على التحليل، والشخص العادي ليس محتاج إلى تحليل. أولا نضع الأمور في سياق تنظيم داعش أو ما يطلق عليه تنظيم داعش. هناك تنظيمات أخرى كثيرة لا علاقة لها بداعش، ولكن أعلنت ولاءها لتكتسب قدرا من المصداقية وأنها على نفس الطريق إلى إنشاء خلافة إسلامية إلى آخر هذه الطروحات. تنظيم داعش في العراق معروف أنه هو نتاج الصراع السني الشيعي في العراق، ولذلك يقوم بالعودة من آن لآخر، لأن هذه الإشكالية والمعضلة في العراق لم تحل بعد، ولا زال العراق في حالة شبه حرب أهلية، ربما توقفت قليلا بسبب انتشار فيروس كورونا. لكن تنظيم داعش يتبنى فكرة أو مظلومية سنية أمام الحكم الشيعي حاليا في بغداد، ولأن الحكومة العراقية فشلت حتى الآن في أن تكون حكومة لكل الشعب العراقي. لكن لو نظرت إلى تنظيمات أخرى على سبيل المثال بوكو حرام في شرق أفريقيا، لديه أسباب مختلفة تماما للظهور والقتال، وأيضا تنظيم الشباب في الصومال. كل هؤلاء تنظيمات جهادية إرهابية تؤمن بالعنف من أجل التغيير، ولا يمكن أن نضعها في سلة واحدة. المسألة الأخرى الهامة جدا فيما يتعلق بكل هذا، أن هناك في النص الإسلامي في القرآن آيات يمكن أن يستند إليها هؤلاء للجهاد، وسواء كان هذا سوء تفسير أو غيره، لكن في النهاية هم يستغلونها. ولكن لا ننسى عزيزي أن كل هؤلاء يمثلون نقطة في بحر من العالم الإسلامي. العالم الإسلامي مليار ونص إنسان، هؤلاء قلة ضئيلة جدا سواء منحرفة أو مغرر بها، ولكن لا يمكن أن تصم الإسلام كله بذلك، لأنه مسألة نسبة وتناسب. أيضا هناك شبهة بهذه التنظيمات تستخدم الإسلام مجرد ذريعة، لكن في تنظيمات في شمال في شرق أفريقيا على سبيل المثال كانت عبارة عن تنظيم تعمل في تهريب البضائع، تهريب السجائر، تهريب الحاجات دي كلها، ثم ركبت هذه أو امتطت مسألة الإسلام حتى تعطي نفسها نوعا من الشرعية، لكن هم في الحقيقة مجرد خارجون عن القانون أو مجرمين، وبذلك يجب التعامل معهم على هذا الأساس، ليس لأنهم أيديولوجيين وإنما لهم مجرد لصوص ومهربي مخدرات وبضائع. نعم دكتور خالد، بالعودة إليك، يعني من ضمن الأسباب والعوامل التي تساعد عودة التنظيم هي
العمليات العدوانية الأخيرة التي قامت بها أو قام بها النظام التركي في أكثر من مكان وفي سوريا على وجه الخصوص، أيضا موضوع التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كل هذه العوامل إلى أي مدى تساهم بعودة هذا التنظيم؟ يعني إذا نحن أستاذ وعد قررنا أن نناقش طبيعة هذا التنظيم فقط في منطقة سوريا والعراق، يعني أنا أوافق الدكتور عماد من واشنطن أنه هذه التنظيمات تختلف فيما بينها وفي مهمتها في مقاتلة الدول التي تعيش فيها، ولكن أهم البيئة، أهم شيء في العراق وسوريا هي طبيعة القتل الذي لا يزال مستمر من قبل الميليشيات ومن قبل النظام ومن قبل روسيا، وهذا شيء له ردة فعل يعني قد يستفيد منها التنظيم ويحاول أن يجند الشباب، لأن هناك الدم لا يزال يجري في الساحات السورية، وهذا ما نسميه البيئة الحاضنة لهذا التنظيم. التنظيم بالفعل هو انتهى، وهذا ما أعلنت عنه الولايات المتحدة وربما فككت أبرز رموزه، ولكن الفكرة الذي ينتمي إليها هذا التنظيم ويستطيع أن يجند الشباب إليها لا تزال موجودة، وربما سنشهد نحن بناء تنظيم جديد مختلف بتعاطيه وتصرفاته عن داعش وعن جبهة النصرة وعن القاعدة، وربما يكون الجيل الخامس، لأننا شاهدنا عندما تم قتل يعني بن لادن لم ينتهي تنظيم القاعدة، عندما تم قتل الزرقاوي لم ينتهي تنظيم يعني المقاتلون الذين قاتلوا في العراق، عندما قتل أبو يعني البغدادي لم ينتهي التنظيم، التنظيم خسر كثيرا من قياداته ونحن نعلم بهذا الشيء عبر القنوات الإعلامية، ولكن المشكلة هي ليست في التنظيم، هي المشكلة فعليا في التعامل مع هذا التنظيم وكيفية حل البيئة الحاضنة الذي ترفض هذا التنظيم بناس أو ببشر أو بكوادر فعلية تشكل الجبهة الأساسية لمساعدة هذا التنظيم على الظهور مجددا. ربما هذا التنظيم يلاقي مناطق جديدة ليظهر بها مدى أهمال الدولة ومدى المظلومية الذي يعيشه هؤلاء الناس، ويحاول على يعني الدم أن ينهض وأن يعيش. نحن نعلم بأن من فترة هناك التنظيم ظهر ليس في سوريا، ظهر في مناطق الجنوب الليبي، وكيف أعدم وقتل وقطع رؤوس جديدة في أواخر العام 2019 واحتل مناطق في الجنوب حكومية تديرها الدولة، وبالتالي في الفقاء اسمها المنطقة، وعبر عن قدرته على الوجود لأن هناك الخلافات ما بين الحكومة في يعني طرابلس وبنغازي سمحت لهذا التنظيم أن يعيد وأن يظهر نفسه من جديد في مصر، في الصومال، في نيجيريا، في مالي، في العديد من الدول، هو يحاول في أوروبا، ولكن المشكلة في سوريا تأخذ طابعا مختلفا، وفي العراق لا تزال هناك الفئات الطائفية يعني التي تعتبر نفسها كما حال تنظيم داعش، يعني هذه الفئات العراقية والفئات فئات الموت التي تأتي من أفغانستان وتأتي من باكستان ومن لبنان ومن مناطق عدة، هي تأتي وتمارس نفس العمل الذي يمارسه هذا التنظيم الإرهابي، أو بما يحاول أن يقنع هؤلاء الناس بأنه يدافع عنهم بظل عجز الحكومة الفعلية عن الدفاع عن أهلها، وهي تساهم بتهجيرهم، وهذه بيئة خصبة فعليا لنمو ونشوء هذه التنظيمات على أساس القتال. هناك قتال مذهبي، وهذا القتال ليس بجديد، وهناك خلاف فعلي ما بين الفئات الإسلامية، وهذا ينمي قدرات هذه التنظيمات الجديدة على القاعدة التفرقة، وخاصة أننا نرى كيف تمارس هذه الدول التي تعتبر نفسها مسيطرة ومحتلة لهذه المنطقة على الساد وأكفان أهل المنطقة. نحن نعرف كيف يتعاملون مع
يعني هذه القوى العراقية والقوى الإيرانية والروسية والتركية ومع السوريين ومع العراقيين، وبالتالي البيئة الحاضنة لهذه التنظيمات لم يسحب فتيلها حتى نقول أننا نستطيع أن ننهي عمل هذه التنظيمات. يعني حقيقة هذا الطرح فتح باب لسؤال آخر. أستاذ أمين، مصطفى أمين، لو أطرح عليك بدوري هذا السؤال في النقطة التي توقف عندها الأستاذ أو الدكتور خالد عزيز عندما الحديث عن موضوع البيئة الحاضنة والمجتمعات، ما هي نقاط الضعف الذي يشتغل عليها أو يعمل عليها تنظيم داعش الإرهابي في تفكيك المجتمعات الذي يدخل إليها؟ أستاذ مصطفى، بالحقيقة عشان نعم أستاذ مصطفى حقيقة الصوت رديء جدا للأسف، سنعاود الاتصال فيك بك أستاذ مصطفى أمين. دكتور عماد عبد الهادي، بالعودة إليك، يعني في ظل ما يحدث الآن من مؤشرات ومصير العراق دائما مرتبط بمصير سوريا على وجه الخصوص في هذه النقطة في محاربة ومكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش، في هذه الجزئية سيناريوهات الأمريكية المقبلة، كيف تقرأ واشنطن عودة هذه التنظيمات مرة أخرى في ظل هذه العوامل التي تساعد بعودته مرة أخرى إلى المشهد والساحة؟ أولا تعليق فقط على كلام ضيفك الكريم من بيروت، أنه التنظيمات الإرهابية أو ما يطلق عليها داعش، وهي يمكن أن تكون تنظيمات لا علاقة لها بداعش، ولكن تستعير هذه الصفة لأنها تعطيها نوع من المصداقية في الأوساط التي تتطلع إلى هذا الفكر الجهادي الإسلامي، تستغل، أو هي قميص عثمان الذي يتاجر به الجميع من آن لآخر حسب مصلحته. لو نظرت إلى المشهد السوري ستجد أن هناك اتهامات، على سبيل المثال الولايات المتحدة وراء هذا التنظيم، روسيا تتهم أمريكا بهذا، إيران تتهم أمريكا بأنها وراء التنظيم، سوريا أيضا النظام السوري كان له دور ما، والنظام العراقي في إخراج إرهابيين من السجون وإطلاقهم لتكون هناك الحرب الأهلية ويبدأ الصراع الطائفي يأخذ شكلا آخر. فلا ننسى هذا. النقطة الثانية الهامة جدا هي أن التنظيمات لا تسعى أو لا تؤدي إلى تفكيك الدول، التنظيمات تظهر في الدول الفاشلة، ومن ثم تجد التنظيم ظهر في ليبيا وظهر في سوريا، لأنه طالما الدولة المركزية ضعيفة ومهلهلة، هذه فرصة ذهبية لظهور مثل هذه التنظيمات، وكل دولة فاشلة لديها خصوم، هؤلاء الخصوم يستغلون هذه التنظيمات لزيادة التأثير داخل هذه الدولة الفاشلة. الولايات المتحدة حتى الآن موقفها أو موقفها الرسمي من التنظيم هو البقاء في منطقة الشرق الأوسط إلى حين التأكد من عدم عودة التنظيم. للأسف الشديد هذا هدف أو مسألة لا سقف لها، مفتوحة تماما. طالما الدول الفاشلة لم تستطع أن تعيد السلطة المركزية ولم تستطع أن تنتقل إلى مرحلة أخرى في المحكومية، وبالتالي تكون هناك دولة عراقية على أساس ديمقراطي تمثل كل الشعب العراقي، وبالمثل في سوريا وفي اليمن وفي، طالما هذه الدول فاشلة وهناك حروب أهلية، سيظل التنظيم يطل برأسه من آن لآخر في كل مكان. انظر إلى تنظيم ولاية سيناء في مصر، لا علاقة له بداعش، ولكن المسألة هو يخاصم النظام المصري ويرتكب أعمال. بس بايع دكتور عماد، حتى نكون واقعيين وموضوعيين، هذا التنظيم أيضا بدوره قام بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي. هذا صحيح، وهذه مسألة في النهاية مجرد اكتساب قدر من المصداقية، أو ربما أن يحصل على قدر من الدعم من تلك الدول التي تدعمه. أنا أريد أن أؤكد أن هذه التنظيمات لا يمكن أن تعيش أبدا، ليس فقط لوجود البيئة الحاضنة وهذه مسألة هامة جدا، ولكن هناك من يستغلون
دول أو أجهزة مخابرات تستغل هذه التنظيمات لصالح أهداف معينة. هذا ما أعنيه. نعم. حين يعلن تنظيم ولاية سيناء ولاءه للبغدادي أو لتنظيم داعش بشكل عام، هذه إشارة ورسالة ترسل إلى أولئك الداعمين لهذه التنظيمات. لا يمكن أن يعيش تنظيم ما إرهابي في دولة ذات سلطة مركزية إلا إذا كان مدعوما ماليا وأمنيا وبكل الوسائل من دولة أخرى. نعم. يعني أنا محضر في متن الحلقة أسئلة عن هذه النقطة على وجه الخصوص، ولماذا لا يتحرك المجتمع الدولي لردع هذه الدول. اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ مصطفى أمين، بات معنا مرة أخرى. أستاذ مصطفى، كونك مختص مرة أخرى في هذه النقطة والتنظيمات الإرهابية، ما هي النقاط الضعف الذي يقوم تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات التي تدور بفلكه بالعمل عليها لتفكيك المجتمعات إن صحت التسمية؟ أستاذ مصطفى، في الحقيقة أعتذر منك مرة أخرى أستاذ مصطفى، حقيقة هناك رداءة في الصوت، سنعاود الاتصال بك مرة أخرى. دكتور خالد عزيز، في هذه الجزئية ونفس النقطة لو وجهتها لحضرتك، موضوع داعش ولعبة الحدود والهويات، كيف يستطيع إذابة هذه المسألة بين هذه الدول ويخلق بيئة حاضنة له رغم الاختلاف في أكثر من نقطة بين سكان والتركيبة المجتمعية لهذه البلدان؟ يعني أولا هذه الدول هي التي نشأت فيها الحركات، هي حركات يعني دول فاشلة، وبالتالي طرحت نفسها لمساندة الدولة في مقاتلة العدو. هذه أول نقطة. لكن وجودها لم تكن فقط في الدول الفاشلة، يعني نيجيريا هي ليست دولة فاشلة، مالي ليست دولة فاشلة، مصر ليست دولة فاشلة، تونس لم تكن دولة فاشلة. التنظيم يتغلغل كما حال الكورونا، يتغلغل تحت اسم الإسلام، ولكن يعني صدق الدكتور عماد، ولكن أنا لا أوافقه فقط على المناطق الفاشلة. قد يعني هو يستخدم آيات جديدة، يحاول أن يلعب فيها، ولكن لهذا التنظيم أولا له توجه استراتيجي، هو طرح مفهوم الإمارة الإسلامية، وهذا ما فعلته داعش ما بين العراق وسوريا عندما طرحت الإمارة وتخطت الحدود، وبالتالي هي كسرت الحدود التي كانت فرضت في العام 1922 في معاهدة اتفاق سيكس بيكو، هي من اجتازت الحدود على مناطق لبنان من سوريا، وبالتالي هذه الفئات المتطرفة ظهرت لتخرج من جديد وتقدم نفسها بأنها هي حامية للأقليات وهي حامية لطرح أفكار المذاهب التي تتقاتل. وهنا ما شفنا في العراق عندما كان داعش قد اجتاز فقط الأزيديين في جبال سنجار، وبالتالي هؤلاء الناس الذي حماهم الإسلام هم ذهبوا ليقولوا يعني للعالم بأننا نحن نكسر القيود، نكسر التعاطي، وبالتالي نحن نريد أن نتعامل على أساس بناء دولة جديدة خاضعة لقوانين الإسلام الذي نحن نريده ونريد أن نخطه. وبالتالي هي تجمع في الأغلب كما قلت أناس يأمنون بهذا الفكر وأناس هناك متضررون من عمل الدولة، وبالتالي تستطيع أن تقدم نفسها إلى الذين يحاولون أن يحافظوا على الدولة، أنهم هم من يساعدون وهم أعداء. وبالتالي داعش في سوريا كانت مهمتها فقط من العام 2014 حتى العام 2020 هو مقاتلة الجيش الحر واجتياز المناطق التي تم تحريرها والتعدي على الأقليات في جبل
السويداء وعلى الأكراد وعلى المسيحيين، وبالتالي إعلان أن هذا هو تحت الدين المسيحي، وهذا ما كان يناسب إيران فعليا لكي تقول بأن هؤلاء كفار ويجب مقاتلتهم. وهم طلاقة المصالح الفعلية ما بين إيران وما بين داعش، لأنهم كانوا يخططون لنفس العملية، هي تفتيت الكتلة العربية تحت يعني اتفاقات واضحة على أساس المناطق العرقية والمناطق المذهبية، وبالتالي كانت تحاول أن لا تجيز الاتفاق على مفهوم تجديد الدولة من خلال يعني تغيير النظام وإعادة العمران الحيوي والمشاركة الجماعية من قبل كل الأثنيات والفرقاء الذين يكونون هذه الدولة، وأن لا تطيح الحدود. وبالتالي هن يعني الذين استغلوا هذه المناطق، يعني اللي نرى في العراق كيف تم تسليم 3 ألوية إلى داعش، وكيف استولوا على البنك المركزي وعلى النفط وعلى مناطق واسعة، وعملوا نوع من النظام الذين حاولوا أن يبرزوه، هذا كان يعني يبرزوه للعالم، وهذا كان بالاتفاق الضمني من أجل انتزاع قرار عالمي تحديدا إيراني للتدخل المباشر في إيران والتدخل المباشر في سوريا، ولقمع حرية الشعوب وحرية المنتفضين وإعاقة تطوير الدولة التي تجمع كل المكونات تحت إطار نحن نحارب الإرهاب، واتركونا من كل باقي التغيير. وبالتالي هنا عندما قاتل الإرهاب تحول المقاتلة من سنية إلى شيعية، وهذا ما شكل للسنة عامل انكفاء وانكسار، ساهم بالسيطرة الأحزاب المتشددة كما داعش على الدولة العراقية، وستكون هذه الأحزاب المتشددة تسيطر على سوريا. وهذه هي بالأساس كما قلت أستاذ وعد، هذه البيئة الحاضنة التي لم تنتزع فعليا من قبل هؤلاء الناس الذين تعرضوا لضربة فعلية من قبل داعش والأحزاب الأخرى. نعم، بالعودة إليك أستاذ مصطفى أمين، وبيقولوا الثالثة ثابتة بلكي تزبط هالمرة، إذا كنت عم تسمعني بشكل واضح تسمعني أستاذ مصطفى؟ في الحقيقة وين الصوت واطي شوي؟ طيب رح حاول أنا قدر المستطاع أني أرفع صوتي. خليني أوجه على حضرتك سؤال، لأنه بات الآن في غاية الأهمية طرحه. لو سألتك كونك شخص مختص، ما هو تفسير التكفير لدى كل التنظيمات وعلى وجه الخصوص تنظيم داعش الإرهابي، وما موقع ذلك من الأحكام الشرعية، بما أنه الدكتور خالد له وجهة نظر والدكتور عماد عبد الهادي له وجهة نظر في هذه الجزئية؟ تفضل أستاذ مصطفى. نعم تفضل أستاذ مصطفى. للأسف الصوت غير واضح البتة كما يقال، سنحاول مرة أخرى بلكي بتزبط معنا بالمرة الجاية. دكتور عماد عبد الهادي، لو سألتك، حضرتك عرجت على نقطة في غاية الأهمية وهو موضوع الدعم المادي لهذه التنظيمات الإرهابية، يعني بقي التنظيم يتمتع بإمكانيات مالية وأمنية وحتى عسكرية واستخباراتية وإعلامية كبيرة، لماذا لم ينجح المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمكافحة والقضاء على هذا التنظيم الإرهابي بالفشل؟ ما هي الأسباب دكتور عماد؟ المجتمع الدولي لا يمكن الحديث عنه ككتلة واحدة، وإنما هناك مصالح متضاربة في وسط هذه التسمية للمجتمع الدولي. انظروا على سبيل المثال ما يحدث في ليبيا، التدخل التركي هناك لم نسمح حتى الآن أي إدانة من قبل المجتمع الدولي للتدخل التركي، وتركيا تدخلت في حرب أهلية ليبية لصالح طرف ضد طرف آخر، وهي ترفض هذه الحرب الأهلية بمقاتلين من سوريا معظمهم ينتمون إلى تنظيمات إسلامية. هذه التنظيمات الإسلامية البعض يصنفها على أنها معارضة، والآخر يعتبرها جهادية ومحرمة أو مدانة دولية، ومع ذلك لم يتحرك المجتمع الدولي للقيام بأي شيء. هذه نقطة. نقطة أخرى على سبيل المثال، التدخل الإيراني الفاحش في دول عربية من سوريا إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق، العراق تقريبا محتل من قبل إيران، ترى مواقف متضاربة. الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تتخذ موقفا حازما من إيران، وتؤكد على أن أحد أهدافها الرئيسية أن توقف هذا التمدد الإيراني، لكن أوروبا على سبيل المثال تقوم بالتعاطف مع إيران
وتنشئ آلية محددة لتقديم مساعدات إنسانية، ولا تذكر إطلاقا أي شيء عن ما تقوم به إيران في هذه الدول. حتى حين تم اغتيال قاسم سليماني، وهو رجل له تاريخ دموي ومعروف دوره الطائفي البشع في كل هذه الدول، وجدنا صمتا تاما من المجتمع الدولي والدول الأوروبية، بل كان هناك إدانة لما قامت به الولايات المتحدة من اغتيال هذا الرجل، والبعض يزعم أنه قائد ميداني وعضو في الحكومة إلى آخره، وأن هذا يخالف القانون الدولي. المجتمع الدولي يغمض عينيه أحيانا عن بعض هذه النشاطات، خاصة فيما يتعلق بليبيا وتركيا. تركيا تقوم بنوع من البلطجة في المنطقة، سواء في سوريا أو في العراق أو في ليبيا. هل سمعنا أي إدانة من المجتمع الدولي لهذا الدور التركي؟ للأسف الشديد لا، لم نسمع. أيضا تركيا تختصم الاتحاد الأوروبي وتستخدم ورقة اللاجئين أو المهاجرين لابتزاز الاتحاد الأوروبي، وللأسف الشديد أوروبا تخضع أحيانا لهذا الابتزاز. ليس هناك موقف متماسك متسق من المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الجماعات الإرهابية. الولايات المتحدة هي الوحيدة التي خاضت تلك الحرب لمدة 3 سنوات في العراق، بعد أن قدمت العراق، أي الحكومة العراقية الطائفية قدمت العراق على طبق من ذهب لهذا التنظيم. والدكتور خالد بن بيروت أشار إلى بعض هذه الأشياء، وتسليم لواءات كاملة من الجيش العراقي لهؤلاء. كل هذا يعطي صورة ملتبسة ومضطربة تماما لمصالح متضاربة، ولا نجد أي موقف قوي متسق من هذه الجماعات الإرهابية. حتى الدول التي تقوم بتمويلها ماليا وهي معروفة للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي لا يتحرك تجاهها بأي إنتاج بأي طريقة. مصر سبق أن أعلنت مرارا وتكرارا في محافل دولية أنه لابد من تجفيف منابع الإرهاب، أي تجفيف تلك الأموال التي تصل إليهم، سواء كانت من دول أو من تجارة غير شرعية أو من تهريب مخدرات أو تهريب البشر. كل هذا المجتمع الدولي لا يتحرك لأن يفعل شيء. طيب دكتور عماد، حقيقة يعني حتى نقطة أخرى المجتمع الدولي لا يتحرك فيها، موضوع معتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية، والتي في أكثر من مناسبة تم وصفها بقنابل موقوتة. لماذا حتى في هذه الجزئية لليوم لا يوجد أي جديد في مسألة محاكمة هؤلاء الإرهابيين دكتور عماد؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن هناك أيضا يظهر الخلاف أو الشقاق داخل المجتمع الدولي، تحديدا بين الولايات المتحدة وأوروبا. واضح أن في لحظة ما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول أن يستغل هذه الابتزاز لأوروبا، وقال أن هؤلاء الدواعش لابد أن يعودوا للدول التي قدموا منها. هذا ما رفضته أوروبا، وبالتالي الولايات المتحدة سلمت مسألة حماية أو حراسة هؤلاء إلى الأكراد، إلى قوات سوريا الديمقراطية تحديدا. الحدث الأخير هناك تمرد داخل يؤكد مرة أخرى أن هذه قنبلة موقوتة كما قلت. الدور الأوروبي هنا أوروبا فرفض تماما لاستقبال هؤلاء، أعلنت ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ولكن وهم يحملون هذه الجنسيات. للأسف الشديد ليس هناك أحد على استعداد لاستقبالهم، وسيظل هناك بمثابة قنبلة موقوتة، ويمكن أن ينفجر الموقف أكثر بكثير إذا تلقوا دعما ما. لا تنسى أن تركيا تختصم الأكراد وتحاول بكل الطرق تقليب أظافرهم، وبالتالي لا أشك إطلاقا في أن هناك علاقة بين تركيا وبين هذه التنظيمات، وتركيا تستخدمها كورقة كقفاز لتحقيق أهداف أردوغان، وهو هذه السيطرة وهذه الأحلام بالعودة إلى تلك الدول. لا يمكن للأسف الشديد الأوروبا والولايات المتحدة لن تتخذ موقفا حازما من تركيا فيما يتعلق بعلاقاتها بهذه التنظيمات. وأنت أيضا على علم تام بالخلاف بين تركيا وروسيا، بذلك روسيا تشير بأصابع الاتهام
لتنظيمات إرهابية معينة نعم. تحتضنها تركيا وتستخدمها في شمال سوريا. دكتور خالد عزيز، يعني من الضرورة في مكان أن أخذ منك تعقيب أيضا على هذه المسألة، وهي في غاية الأهمية، موضوع هذه القنابل الموقوتة لدى قوات سوريا الديمقراطية وما حدث في الأيام الأخيرة، والاستعداد التركي للقيام بأي شيء حتى يطلق سراح هؤلاء الإرهابيين. تفضل دكتور خالد عزيز. يعني موضوع الأكراد ووجودهم كحارس لهذه يعني هذه الكتلة البشرية هو موضوع خطير، وليس مهمة الإدارة الذاتية، وربما أي غلط يرتكب بحق هؤلاء المعتقلين سوف يكون انعكاسه سلبي على الإدارة الذاتية الكردية، لأن مهمة الأكراد كانت بالأساس الدفاع عن نفسها والدفاع عن المناطق التي تحتلها وليست حماية السجناء، وربما كان هذا الاتفاق بالبداية من أجل تسليمهم إلى دولهم، ولكن هذه الدول تقاعصت فعليا وتركت المهمة على الشعب أو على الإدارة الذاتية الكردية، وخاصة اليوم هذا التمرد ربما هو من حيث المبدأ الإنساني قد يكون الجميع يتعاطف معه بظل سيطرة الكورونا و القول بأن لماذا الاعتقالات واليوم المطالبة الإنسانية بإفراغ السجون وتبييضها لخوفا من تسبب العدوات الكبيرة وترك الضحايا الكثيرة، وهذه هي بحد ذاتها مشكلة كبيرة على الأتراك. كيف يمكن للأتراك إذا تفشت الكورونا عندهم كيف سيعالجونهم وكيف سيتركون هؤلاء المعتقلين والأطفال والأولاد الذي تقاعست عنهم والنساء تقاعست عنهم دولهم؟ ربما هذه المشكلة كانت مشكلة خطيرة جدا لم يتداركها العالم. هناك اختلاف، وأنا أحمل يعني أتوجه يعني أتفق كاملا مع الذي تفضل به الدكتور عماد، هناك تقاعس أوروبي وتحديدا فرنسي، لأن الفرنسيون متورطون في عملية التفاوق والتفاوض والاتفاق مع إيران، خوفا لأن الفرنسيون يريدون تقاسم يعني أشياء ومصالح، وهم من عارضوا كل الخطط الأمريكية التي كانت تحاول تقريب الأوروبيين لاستراتيجية أمريكية يحسم من خلالها التعامل مع إيران. إيران هي سبب كل المشاكل التي حدثت في الشرق الأوسط، هي على مدى 20 سنة نمت هذه الأحزاب ورعرعتها وكانت بكنفها، وتنظيم القاعدة كان له العلاقة الجيدة بعد أفغانستان وطالبان مع إيران، وتم تدريبهم وإرسالهم على سوريا والعراق، وهناك الاتفاق الذي تم بين نور المالكي وماهر الأسد وسليماني على إخراج كل المتطرفين من سجن أبو غريب ومن سجن سدنايا، وبالتالي نحن وقعنا أمام قصة مخابراتية انقلب بها السحر على الساحر. الجميع متورط بهذه الأحزاب المتطرفة، هي سيطرت على أموال هائلة، والجميع كان يشتري النفط من الجزيرة ومن الموصل، ليس فقط الأتراك ومن لهم علاقة مع الأتراك، الروس متورطون، ويعني وزير الدفاع أو الروسي قال بأن هناك 7000 مقاتل من روسيا ومن دول آسيا الوسطى، فكيف لهم هؤلاء أن أتوا من روسيا إلى تركيا وروسيا تعلم بأنها وتحارب ضد تنظيم داعش وضد التنظيمات المتطرفة؟ بالإضافة روسيا تقول أن جبهة النصرة دوما جبهة النصرة، للعلم جبهة النصرة هي قسمان، قسم مع تركيا وقسم مع روسيا، ونحن نرى من متابعة المعارك كيف تنسحب جبهة النصرة من مناطق ويدخل إليها النظام بسرعة، وأحيانا كيف تصمد في مناطق لثلاثة شهور والروس لا يستطيعون الدخول. هذا له تركيبة واحدة، بأن من يأتمر بأوامر تركيا يصمد حتى الموت، وأنه من يأتمر بأوامر روسية يخلي المواقع ويدخل، وهناك الشغل إعلامي، وهذا الاتفاق الأردوغاني البوتيني يلعب من خلاله الأطراف الفعليين بهذا التنظيمات، ونحن نعلم كيف تم يعني سحب جبهة النصرة للتخلي عنهم، وهذا اتفاق يعني روسي تركي وأخذهم إلى
ليبيا للعبث بليبيا ولتشجيع الأحزاب في ليبيا، وربما هؤلاء المرتزقة الذين يتم اسمهم وشحنهم تحت أسماء دينية هم مقاتلون من أجل يعني أشخاص وليس من أجل إيديولوجية، وهذا ما تلعب بهم الدول اليوم. هذه الدول وتحديدا الموقف الأوروبي هو موقف عجوز، وسوف يعاد تصميم هذا الموقف بطريقة جديدة بعد الكورونا، ولن يكون ماكرون هو الحاكم بأمر يعني أوروبا نتيجة يعني تخلي ميركلي عن مهامها واهتمام بريطانيا بالانقسام والانفصال. ربما هذه الحالة ستجعل من استراتيجية ترامب استراتيجية قوية، لأننا نحن نشاهد موقفين علنيين لترامب، بأنه قال علنا أنني لن أساعد إيران للعبث بأموال العراق وبأموال الشعب الإيراني، سأساعدها من الكورونا فقط لمكافحتها، بالإضافة أنه قال لن أنسحب من المنطقة، وبحال تعديتم علي في العراق وفي الجزيرة سوف أرد عليكم، وبالتالي عودة الأحزاب المتطرفة يعني قابلة للعودة، لأنني قلت أنه هناك يعني أنت ختمت في نقطة. نعم دكتور خالد، ختمت في نقطة انسيابية في متن الحلقة وهو عودة هذه التنظيمات الإرهابية. دكتور عماد، بالعودة إلى فكرة عودة التنظيمات الإرهابية وفي ظل هذا الانقسام الأوروبي الأمريكي حول مصير معتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية، ما هو الجديد في الاستراتيجية القادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقارعة الإرهاب والإرهابيين في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص العراق وسوريا؟ دكتور عماد، يجب أن نشير إلى أن هناك عامل هام جدا يلقي بظلاله على كل هذه الصراعات والتي نتحدث عنها تحديدا. جائحة الكورونا غيرت كثيرا من مواقف الدول ومواقعها. هناك الآن انقسام حاد بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب إغلاق الحدود، هناك إغلاق للحدود بين الدول الأوروبية ذاتها، وهناك مناداة من بعض المؤسسات وخاصة الولايات المتحدة بفتح الحدود لدخول هؤلاء المهاجرين أو اللاجئين. الولايات المتحدة موقفها واضح من هذه المسألة، لكن ما أريد أن أشير إليه هو أن كل دولة الآن تدافع عن حياضها ضد العدو الخفي وهو وباء الكورونا، ومن ثم لا يستطيع أي سياسي أو زعيم سياسي أن يفتح حدود بلاده لأي من هؤلاء. تركيا في الفترة الأخيرة بسبب بداية انتشار الوباء وزيادة أعداد المصابين والوفيات قامت بسحب كل المهاجرين أو اللاجئين الذين كانوا على حدودها تريد أن تبعثهم باقتحام الحدود اليونانية ومنها إلى أوروبا. جزء من لعبة أردوغان لابتزاز أوروبا بقضية اللاجئين، لكن اليوم في ظل وباء الكورونا العوامل تغيرت تماما، إقفال الحدود وكل دولة الآن مغلقة على نفسها للتعامل مع هذا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح للقادمين. حتى الصين منشأ هذا الوباء بدأت تشعر بالقلق من القادمين من الخارج، لأنهم قد يؤدوا إلى ظهور موجة جديدة من انتشار الوباء. فالولايات المتحدة كما قلت في المقدمة، والدكتور ضيف الكريم من بيروت أشار أيضا، موقفها بعلا وصريح من إيران، من التنظيمات الإرهابية، من النشاطات الإيرانية في تلك الدول، وهي في عز هذه في ظل هذه الأزمة الخاصة بوباء كورونا أعلنت مجددا على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها لن تسمح لإيران، بل زادت عقوبات عليها أثناء ذلك، وإن كانت سمحت لبعض الدول بتقديم معونات إنسانية لإيران للتعامل مع هذه الجائحة، لكن فيما عدا ذلك موقفها من إيران ثابت ولن تسمح لها، وخاصة ما تفضل به الدكتور أيضا من ظهور تهديدات مجددا من قبل الجماعات المتطرفة التابعة والممولة من إيران، وهم اضطر الولايات المتحدة إلى إرسال مزيد من الأسلحة والقوات إلى العراق وانسحابها من بعض القواعد وتسليمها للحكومة العراقية حتى يكون هناك تركيز
وفي جبهة واحدة في مواجهة أي خطر قد يأتي من هذه التنظيمات. نعم، ضيفي من واشنطن دكتور عماد عبد الهادي محلل سياسي، شكرا جزيلا لك على كل كلام القيم الذي غنيت به حلقة الليلة، وشكر لك ضيفي من بيروت دكتور خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشأن الأوروبي على كل الكلام القيم الذي أثريت وأغنيت به الطاولة المستديرة، وشكر موصول لضيفي من القاهرة أستاذ مصطفى أمين باحث في الجماعات الإرهابية، وشكر لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.